طيب، السلام عليكم الإخوة والأخوات في مجموعة الباحثين السودانيين، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. أنا وفي خميس على عبد الله، نلتقيكم اللقاء الثالث مع الأستاذ محمد عبد السلام إسماعيل. قدم قبل كده لقاءين الأستاذ عن المذاكرة، والليلة هو تابع في اللقاء الأخير، كان في أسئلة كثيرة جدا من الطلاب عن عبقرية المذاكرة والتعلم، فهو جمع جزء كبير من الأسئلة، والليلة إن شاء الله حيجاوب عليها أستاذ محمد عبد السلام. ما محتاج تعريف، لكن أقول نبذة قصيرة عنه. هو مدرب معتمد من المركز الكندي للتنمية البشرية، أستاذ محاضر كلية العلوم في جامعة درمان الإسلامية، ومرشح الدكتوراه في علم الطفيليات، عنده ماجستير في الأحياء الدقيقة، وعنده دبلوم عالي في علم الحيوان وبكالوريوس علم الحيوان من جامعة العلوم. تفضل محمد عبد السلام، أستاذ محمد عبد السلام. تسلم أخي وفي على هذه النبذة المختصرة الجميلة. وطبعا يعني من أسبوعين قدمنا يعني دورة عبقرية المذاكرة والتعلم، أو كما يسميها البعض هي محاضرة، تعتبر محاضرة لأن الدورة المفروض تكون في براكتيكال وعملي وحضور مباشر يعني. وفعلا وردتنا كثير من الأسئلة حول هذه العبقرية المذاكرة، وحتى من أولى الأسئلة يعني لماذا سميت بعبقرية المذاكرة يعني؟ هل فعلا هي عبقرية؟ وفعلا يعني فبالتالي للإجابة على هذا السؤال أنا الآن هتحدث عن خطوات عبقرية المذاكرة والتعلم. خطوات عبقرية المذاكرة، كما هو معلوم لدينا إنه إحنا تعودنا نمسك الكتاب ونذاكر وانتهينا، أليس كذلك؟ لكن العبقرية أعطتنا ثمانية خطوات عملية، سوري 18 خطوة عملية، أن إحنا إذا طبقنا هذه الخطوات بإذن الله سبحانه وتعالى نستطيع نستمتع بعملية المذاكرة. طبعا كما هو معلوم المذاكرة شاقة ومحتاجة لمجهود، ولكن إذا أدركنا هذه العوامل جميعها نستطيع أن نفهم المعنى الحقيقي للمذاكرة، وعندها نستطيع أن نتغلب على صعوبتها يعني إذا صح التعبير. فبالتالي منهجية عبقرية المذاكرة لها 18 خطوة كما أسلفت. أولاً الدافع، الطالب يجب أن يسأل نفسه سؤالاً، ما هو الدافع لعملية المذاكرة؟ أو لماذا يذاكر؟ هل يذاكر من أجل الوالدين وهو يريد أن يكون الوالدين فخورين به، أم يريد أن يكون طبيباً مشهوراً، أم مهندساً بارعاً، أم يريد أن يكون الرجل الاقتصادي الأول في السودان، أم يريد أن يكون له أثر إعلامي كبير؟ فبالتالي المنهجية المذاكرة تحث على الدافع. الطالب لابد أن يكون لديه دافع، مش معناه يسمع كلام الأب أو الأم يقول لكم ذاكر، يمشي يمسك الكتاب لمدة نصف ساعة ويحط الكتاب في حضنه وينام. لا لا لا، إحنا نبغى الطالب يكون لديه دافع حقيقي من الداخل، لماذا تذاكر؟ هذا واحد الدافع. اثنين، اكتشف نفسك. يعني الشخص هذا لديه مقدرات كبيرة وعالية جداً، إذا استطاع أن يكتشف قدراته ويكتشف نفسه ويعرف نفسه حقا يستطيع أن يبدع في هذه الحياة، يستطيع أن يذاكر فعلا، لأن الإنسان هذا عبارة عن قدرات عقلية وروحية وجسدية وكثير من الأشياء. الشخص إذا استطاع أن يكتشف نفسه يستطيع أن يذاكر بفاعلية. ثلاثة، نظم وقتك. أهم شيء تنظيم الوقت، وطبعا تنظيم الوقت يعني عبقرية المذاكرة بتقول تنظيم الوقت، يجب أن يكون هناك وقت للراحة، يجب أن يكون هنالك وقت للاستمتاع بالهوايات وكثير من الأشياء. فبالتالي من الأشياء المهمة يجب على الشخص أيضا أن ينظم وقته، وعبقرية المذاكرة تؤكد على هذا. أيضا أصنع الحالة الذهنية. أربعة، أصنع حالتك الذهنية. يعني أنت عندما تصنع الحالة الذهنية أو بين قوسين هيئ نفسك، عندما تهيئ نفسك تستطيع أن تبدأ المذاكرة وتنطلق بإذن الله سبحانه وتعالى. الخطوة رقم خمسة،
اختار الباب او الفصل، يعني اختار الباب او الفصل. يعني ما تقول مثلا انا الليله عايز اذاكر 3 ساعات، ممكن في ال3 ساعات تذاكر 20 صفحه، لكن عندما تحدد انا اليوم مذاكر باب في علم الاحياء او باب مثلا في الكيمياء، باب في الرياضيات، عندما تحدد الابواب تستطيع ان تنجز هذه الابواب، وتستطيع ايضا ان تكون حققت شيء وانجزت في هذا اليوم. يعني ايضا تخلص من المشتتات، اذا كان هنالك تليفون داخل الغرفه يجب ان تتخلص منه، تتخلص من اللابتوب، تتخلص ايضا حتى ناس البيت اذا كان هنالك صوت مزعج تحاول تقول لهم خفضوا الصوت وهذا من حقك. كل المشتتات اللي بتشغلك عن المذاكره يجب ان تتخلص منها. ايضا جهز كل ما تحتاج اليه قبل بدء عملية المذاكرة. أي شيء تحتاج له يجب أن تجهزه قبل المذاكرة، على أساس بعدين ما تقول يا أخي أنا مثلا نسيت شيء في الثلاجة أو نسيت شيء في الصالة وتروح تجيبه، وبعدين تلقى نفسك انشغلت بفيلم، انشغلت بشيء آخر. جهز كل الأشياء التي تحتاج إليها، سواء كان محتاج لدفتر، لقلم. وحتى أنا المرة اللي فاتت قلت الطالب يجب أن يجهز 3 أقلام رئيسية، القلم الأحمر والقلم الأخضر والقلم الأصفر، لهم تفاصيل ممكن نتكلم عنها لاحقا بإذن الله. فبالتالي كل الأشياء التي تحتاج لها يجب أن تجهزها قبل عملية المذاكرة. أيضا جهز كراسة الأفكار العبقرية. كراسة الأفكار العبقرية، سبحان الله، الشخص أول ما يبدأ عملية المذاكرة تأتي أفكار خيالية وأفكار جهنمية. مثلا فجأة أنا عايز أروح لخالتي، فجأة عايز أروح لصاحبي، مثلا أنا فجأة يعني راح نسيت شيء ماشي السوق. فبالتالي أنت أثناء بتذاكر وجاتك أي فكرة أكتبها في كراسة الأفكار العبقرية أو النوت بوك أو أي نوتة صغيرة كده، تكتب فيها الأفكار التي تأتي إليك وتأجلها. أوكي، هذه أفكار حلوة، أفكار عبقرية، لكن أنا ما حنرجع لهذه الأفكار إلا بعد الانتهاء من الفصول أو الأبواب التي حددتها مسبقا. أيضا أبدأ المذاكرة بالطرق الحديثة. يعني المذاكرة لها طرق حديثة كثيرة جدا، منها طريقة التكرار المتباعد، طريقة المذاكرة بالألوان، طريقة التعامد، طريقة البداية والنهاية، وأيضا طريقة الأسئلة. يعني تبدأ بالأسئلة بعدين تبدأ الفصل من البداية، أشياء كثيرة. بعدين إن شاء الله لو كانت هناك أسئلة في هذا الجانب نجاوب عليها. أيضا الاستراحة مش معناها تذاكر ساعتين وبعدين ترتاح، لا تذاكر 50 دقيقة وترتاح 10 دقائق، تذاكر 50 دقيقة وترتاح 10 دقائق. يعني في خلال الساعة ترتاح 10 دقائق. إذا اجتهدت وذاكرت لمدة ساعتين يجب أن ترتاح 20 دقيقة، أو تذاكر لمدة ساعتين إلا ثلث، والتلت ساعة تكون للراحة. يعني المنهجية هو المبدأ العام، بعد كل 50 دقيقة ترتاح 10 دقيقة. أيضا بالإضافة إلى ذلك المراجعة، وإحنا تعودنا جميع المواد نراجعها بنفس الكيفية أو بنفس الطريقة، هذا خطأ. يعني أنا الليلة مثلا عايز نذاكر أحياء، وعايز نذاكر أدب، وعايز نذاكر رياضيات. زمان تعودنا جميع المواد تجيب أوراق وتكتب وتراجع. أنا بتكلم عن المراجعة هنا وليس عن المذاكرة، المراجعة. يعني تجيب ورق الـA4 هذا وتكتب في الأحياء، وتكتب في الأدب، وتكتب في الرياضات، تكتب تكتب تكتب. تلاقي نفسك مثلا في أثناء امتحانات الشهادة السودانية خلصت الباكج هذا اللي بتكون من 400 صفحة اللي هو A4 يعني. فبالتالي منهجية أو عبقرية المذاكرة لا تقول هذا. مثلاً عايز تذاكر أحياء يجب أن تذاكر الأحياء بصرياً، لأنه معظم الأحياء صور، الأحياء فيها صور كثيرة. فبالتالي تراجع بصرياً، يعني تناظر أو تشوف الصور وتربط الصور بالكلام، تشوف الصور وتربط الصور بالأسهم أو المخططات أو الأجزاء في رسمة الأحياء. يعني تراجع بصريا،
تفتح الكتاب وتراجع، تفتح الكتاب وتراجع، تربط الصور بالكتابة. إذا كان بتذاكر مثلا أدب تراجع ذهنيا، ذهنيا معناها تكفي الكتاب وتسمع، تكفي الكتاب وتسمع، لأن أنت في النهاية عايز تحفظ قصائد، تكفي الكتاب وتسمع. حتى التاريخ كذلك، حتى الجغرافيا كذلك، ذاكر عن طريق يعني ذهنيا تتخيلها، تتفكر فيها، تحللها. يعني أنا مثلا الآن مثلا في مادة التاريخ ما محتاج نحفظ كل شيء، لكن محتاج نفهم. إذا فهمت تستطيع أن تعبر بطريقتك الخاصة. مثلا الرياضيات كتابيا، يعني الورق الإيفور من شوي ينفع لمادة الرياضيات، صحيح الرياضيات ينفع تدريبيا أو كتابيا. تكتب 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 حتى ترسخ المسألة، وحتى يدك نفسها تتعود على حل المسائل. حتى اليد بالمناسبة فيها عضلات أو فيها أشياء، إذا أنت بتحل الرياضيات بيدك كثيرا هذا الحل الكثير يساعدك بعدين على التذكر. إذن باقي أيضا فض الضغط، ده خطوة رقم 13، فض الضغط. يعني أنت بعد خلصت عملية المذاكرة يجب أن تتريض، تمارس الرياضة. أكثر وسيلة لتفضي الضغط والشخص يكون مرتاحا إذا مارس الرياضة. طبعا أفضل أنواع الرياضة على الإطلاق السباحة، 2 النطيط اللي هو الترمبولين، 3 الجري، 4 المشي. وفي النهاية أي شخص يمارس الرياضة التي يحبها، المهم هو المبدأ الأساسي هو ممارسة الرياضة من أجل الشخص يفضي الضغط. رقم 14، يعني قبل الاختبار ماذا تفعل؟ يعني الاختبار الباقي لأسبوع أو الباقي لثلاثة أيام ماذا تفعل؟ عبقرية المذاكرة بتقول أفهم قبل أن تحفظ، حاول أفهم، لأن أنت إذا فهمت تستطيع أن تجاوب على المسألة بصور مختلفة وبطريقة مختلفة. يعني إذا فهمت فعلا، إذا السؤال يعرف هتعرفه، إذا السؤال كان مقارنات هتعرف، إذا خيارات هتعرف، ما بتكون عندك مشكلة. لكن الشخص إذا حافظ، إذا السؤال تغير ما يستطيع جاوب صراحة. فبالتالي أنا بدعو إن الشخص يكون فاهم قبل أن يكون حافظ، على أساس يقدر ترسخ لديه المعلومة أكثر وأكثر. أيضا كيف تتعامل مع التوتر؟ طبعا الامتحانات أحيانا بتخوف، أو الشخص أحيانا يخاف من الاختبارات أو الامتحانات. كيف يعني تتعامل مع التوتر اللي هو زيادة التنفس، زيادة ضربات القلب، أيضا خروج الهرمونات من الغدد، كيف تتعامل معها؟ عبقرية المذاكرة تجاوب على كل هذه الأسئلة. أيضا يعني أنت الآن داخل غرفة الامتحانات، الآن أنت داخل غرفة الامتحانات، مفروض تعمل شنو قبل بدء الاختبار هذا؟ مفروض ما تساهر قبل الاختبار. يعني الاختبار الساعة 8، الليلة التي تسبق الاختبار مفروض ما تساهر، لأنه السهر هذا يجهد ويرهق الذهن بصورة كبيرة. أيضا الكلام ده أشرت له وأعيده مرة أخرى، لا تشرب القهوة صباح الاختبار. وأنا ربط شرب القهوة بالخوف، إذا أنت خايف من الاختبار وشربت قهوة هذه بتزيد نسبة التوتر أو القلق إذا خايفا. لكن إذا ما خايف عادي. حتى في واحد سأل قال أنا ما أعتقد القهوة يعني ترفع نسبة التوتر، أنا قلت إذا كنت خايفا وشربت القهوة فعلا تؤثر. أيضا أشياء كثيرة، أنت داخل الاختبار مفروض ما تغش، مفروض أيضا ما تركز مع الطلاب الذين يخرجون من القاعة، لأنه هذا يشتت الذهن. ومن الأشياء المهمة جدا يعني تركز في ورقتك، فعلا فعلا تركز في ورقتك، وتعتبر نفسك أنت الوحيد داخل قاعة الامتحانات حتى ذهنك يكون صافيا. من الأفضل أيضا تجيب على الأسئلة السهلة أولا، أنت عندما تجيب على الأسئلة السهلة أولا هذا تعطيك ثقة، وتستطيع أن تجاوب بصورة يعني سهلة وسلسة، أفضل مما تكون شخصا مشتت الذهن. طيب الاختبار الآن خلاص خلص، احنا الآن خلصنا الاختبار، عبقرية المذاكرة بتقول لا تراجع بعد الاختبار. احنا الآن خلصنا الاختبار وطلعنا، أكيد الطلاب يتكلموا،
ايضا بعض الطلاب يمشوا للاساتذه يتناقشوا، لا لا لا، انت خلصت الاختبار ما تراجع الاختبار. في الغالب في الغالب اذا راجعت الاختبار بعد الاختبار في الغالب في اسئله بتكون انت ما جاوبت عليها بالشكل المطلوب او اخطات فيها، هذا قد يؤثر عليك قليلا في الاختبار الجاي. عايز تراجع الاختبار مع زمايلك، راجع بعد انتهاء فتره الاختبارات، او بمعنى اصح اخر اختبار راجع، ما عندنا مشكله خلاص. حتى لو تاثرت قليلا ما عندك امتحان بعد هذا الامتحان. ايضا يعني عبقريه المذاكره تقودنا من الدافع حتى ماذا تفعل في العطله الصيفيه. في العطله الصيفيه اذا كنت مثلا طالب جامعي، صحيح اعمل تقويه في اللغه الانجليزيه، اعرف مفردات المنهج الجاي في السنه القادمه، طور مهارات البحث العلمي، كل الاشياء المحتاج لها. اذا كنت طالب ثانويه في مرحله الاجازه الصيفيه لا تدخل كورسات كثيره، لا، اذهب الى الجامعه واشوف التخصص المناسب معك، اقرا كتب كثيره. اذا قرات كتب كثيره ممكن اثناء قراءتك الكتب هذه فجاه تحس انه هذا الكتاب تعشقه، هذا الكتاب تحبه، ومن خلال قراءتك للكتاب تختار التخصص. ايضا من المهم الطالب في مرحله الاجازه، طالب الشهاده السودانيه في مرحله الاجازه يحضر دورات مكثفه في كيفيه اختيار التخصص الجامعي، وانا وعدت وفي ان شاء الله حنقوم بهذا ان شاء الله، وحنعمل هذا بعد انتهاء امتحانات الشهاده السودانيه حتى الطلاب يختارون التخصص الصح. في كثير من الدول، بعض الدول الاوروبيه بعد انتهاء امتحان الشهاده الثانويه يعطي الطلاب اجازه سنه كامله على اساس الطالب يفكر ويتامل ويختار التخصص صح. فبالتالي فتره الثلاثة شهور او الاربع شهور بعد انتهاء الشهاده السودانيه الطالب يجب ان يكون كل تركيزه كيف يختار التخصص صح. اذا استطعت ان تختار تخصص صح ستختار الحياه الصح. هذه منهجيه او عبقريه المذاكره، ال 18 خطوه شرحناها على العجاله. تفضل يا اخ وفي، تفضل. الو، شكرا جزيلا يا استاذ محمد عبد السلام، سامعني كويس؟ نعم نعم سامعك جيدا. طيب في ملخص بتاع اسئله، تقريبا معظم الاسئله اللي اتسالت في بسبب المحاضره الفاتت، حلو، حوالي 6 سؤال نحاول نجاوب عليها، وفي نفس الزمن اي زول عنده سؤال يا جماعه سواء كان معانا في مجموعه الزوم او عن طريق اللايف ستريمينج في الفيسبوك، في الزوم ممكن اذا عايز تكتبه تكتبه في الشات، اذا ما عايز تكتبه بعدين ممكن ترفع يدك تستخدم خاصيه رفع اليد وتسال. في الفيسبوك ممكن تكتب الاسئله وانا حنقولها للاستاذ باذن الله. في سؤال، اكثر سؤال يتكرر، ما هي الاسباب التي تؤدي الى النسيان في المذاكره؟ اول سؤال. يا سلام، ده سؤال مهم جدا، وتقريبا السؤال ده تكرر كثيرا، وعلى ما اعتقد بعض الطلاب يعانون من هذا. طيب النسيان عوامله كثيره، والنسيان من طبع البشر. دي اول معلومه حنثبتها الان، النسيان من طبع البشر، الانسان بنسى. اذا النسيان وصل الى حد كبير مفروض الشخص يروح طبيب. يعني مثلا في واحد مشى للطبيب قال له انا مشكلتي بنسى 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 بنسى. الطبيب ساله قال له متى بدات معك هذه المشكله؟ قال له اي مشكله؟ يعني حتى نسى سؤاله. اذا كنت بتنسى بالطريقه هذه مفروض تروح طبيب. لكن انا الان بعطيكم طريقه في المذاكره فعاله جدا، وباذن الله سبحانه وتعالى الطالب يتجنب ظاهره النسيان. هو المبدا العام، لماذا الطلاب يعني النسيان هذا؟ لماذا؟ لانه المعلومه موجوده في الشورت ميموري، يعني الذاكره القصيره. اذا المعلومه انتقلت الى الذاكره الطويله الطالب ما حينساها. طيب اذا احنا محتاجين ننقل المعلومه من الذاكره القصيره الى الذاكره الطويله، من الذاكره القصيره الامد الى الذاكره الطويله الامد، ماذا نفعل؟ هنالك طريقه في المذاكره تعرف بالتكرار المتباعد. ايه يعني التكرار المتباعد؟ اذا الطالب حضر الدرس الان
مفروض يكون فيهم الدرس. إذا الطالب حضر الدرس الآن مفروض يكون فيهم الدرس. بعد حضر الدرس مفروض يذاكر هذا الدرس خلال 24 ساعة أو خلال يوم. خلال يوم. إذا ذاكر بعد يوم في الغالب حينسى 50% من هذا الدرس. طيب حضر الدرس الآن يذاكر الدرس هذا خلال 24 ساعة. إذا ذاكر الدرس هذا خلال 24 ساعة يذاكر مرة أخرى نفس الدرس يذاكر بعد 3 أيام. إذا ذاكر الدرس بعد 3 أيام يذاكر مرة أخرى بعد 7 أيام. بعد 7 أيام يذاكر مرة أخرى بعد أسبوعين. بعد أسبوعين إذا ذاكر مرة أخرى بعد أسبوعين يذاكر بعد 3 أسابيع 21 يوم. المرة الأخيرة يذاكر هذا الدرس بعد شهر من بدء المحاضرة أو من بدء الدرس يعني. طيب. إذا الطالب اتبع نفس الخطوات حيكون نقل المعلومات من الذاكرة القصيرة إلى الذاكرة الطويلة، وتاني ما حينسى. طيب. التكرار المتباعد هذا الطالب ما حيبذل مجهود كبير، يعني بعد حضر المحاضرة وذاكر بعد 24 ساعة قد يحتاج فقط ربع ساعة. ولكن إذا الطالب حضر المحاضرة الآن مثلا لمدة 2 ساعة ولم يذاكر هذا الدرس إلا بعد شهر حيحتاج لمدة 2 ساعة أو أكثر حتى يفهم الدرس كما بدأ من البداية. فبالتالي إحنا المفروض نكون حريصين نذاكر أول بأول حتى ننقل المعلومة من الذاكرة قصيرة الأمد إلى الذاكرة طويلة الأمد، أو بمعنى آخر من العقل الواعي إلى العقل اللاواعي. متى المعلومة ترسخ في العقل اللاواعي؟ بالتكرار. بالتكرار. تفضل يا أستاذ وفي. تفضل. شكرا جزيلا أستاذ محمد عبد السلام. نمشي السؤال الثاني من أكثر الأسئلة تكرارا. قال كيف الطالب يكون متميز في الدراسة؟ كيف الطالب يكون متميز دراسيا؟ أليس كذلك؟ إذن الطالب على أساس يكون متميز دراسيا أول شيء يكون منضبط. أولا يكون منضبط، اسمها الانضباطية، ديسيبلين. الانضباطية هي فعل الشيء إذا كنت تريده أو لا. تنضبط تنضبط. يعني أنا مثلا مفروض يوميا أتسوق، أكرمكم الله، قبل أنام مفروض أتسوق إذا كنت أريد ذلك أو لا. نفس الفكرة، الطالب مفروض إذا حدد في اليوم عايز يذاكر مثلا بكرة مفروض يذاكر إذا كان يريد ذلك أو لا. أولا الانضباطية. 2، لابد الطالب أن يكون عنده هدف. ما ممكن الطالب يحقق التميز بدون هدف. يعني الليلة مثلا الطالب في الشهادة الثانوية مفروض يكتب هدفه في أعلى الغرفة أو في أعلى الدفتر أو في أي مكان، مثلا عايز يجيب 97%، هذا هدف. الهدف هذا يذاكر من أجل هذا الهدف. أيضا بالإضافة إلى ذلك الطالب يحدد النجاحات السابقة. إذا تم تكريمه سابقا أو أحرز المرتبة الأولى سابقا، هذا يحفز لتحقيق هذا الهدف. يعني أنا شخصيا عندما كنت في مرحلة يعني رابعة جامعة كان من الأهداف حقي شخصيا أكون أول دفعة أجيب ممتاز. طيب. رجعت للنجاحات السابقة، هل أنا أحرزت المرتبة الأولى من قبل؟ عملت يعني راجعت الشهادات لقيت نفسي أنا حرزت المرتبة الأولى في أولى ثانوي، يعني في المرحلة الأولى ثانوي كان جيت الأول من 73 تقريبا. قلت ما دام أنا كنت الأول في فصل أولى ثانوي مفروض أيضا أكون الأول في الجامعة، واجتهدت على ذلك والحمد لله حققت هذا الهدف وتخرجت بممتاز والحمد لله رب العالمين. أيضا على أساس الطالب يكون متميزا، الجسم يكون سليم. إذا الجسم فيه أمراض ما يستطيع حقيقة. وأيضا يتناول الغذاء السليم. أهم الأغذية لكي الشخص يكون متفوقا دراسيا، هناك 4 أنواع من الأغذية: الخضروات، الفواكه، المكسرات، الأسماك. هذه الأطعمة 4 تحتوي على معادن السيلينيوم
وتحتوي على الأوميجا 3، فبالتالي هذا ترفع نسبة التذكر والذاكرة بصورة كبيرة. يعني الأطعمة هذه مهمة جدا للطالب أن يتناولها بقدر ما يقدر، حتى لو يتناول فول سوداني. الفول السوداني هذا أيضا هو عبارة عن مكسرات، ويتناول خضروات، ويحاول يتناول فواكه والأسماك أيضا. هذه الأشياء مهمة جدا في رفع معدل الذاكرة والتذكر، وأيضا ممارسة الرياضة، وأيضا النظافة، وأيضا ينام ساعات كافية على أساس يحقق التميز في الدراسة. وأهم شيء على أساس الطالب يكون متفوق دراسيا، يعرف الطريقة الصحيحة للمذاكرة، يعرف الطريقة الصحيحة كما تحدثنا عنها، مثلا طريقة التكرار المتباعد، أو عن طريق المذاكرة بالألوان. يعرف الطرق الصحيحة وجسمه يكون صحيحا، وينوم نوما كافيا، ويكون لديه هدف عالي، ويحدد النجاحات السابقة، ويكون منضبطا، بإذن الله سبحانه وتعالى يكون متفوقا على جميع أقرانه. تفضل. كلام جميل. في سؤال هنا مع الشباب المعانا في جلسة الزوم، سؤال من محمد أبو بكر، قال كيف نعالج التنشن أيام الجامعة والضغط الكبير؟ طبعا التنشن وأيام الجامعة فعلا هذه الأشياء فيها ضغط عالي جدا، لكن إحنا نقول مع ذلك الطالب يحاول يحافظ على تركيزه. يعني أنت حاول حافظ على تركيزك، فعلا الشخص بيكون تنشن ويكون مركز. في تمرين بسيط من خلاله ممكن تحافظ على تركيزك. يعني مثلا انت مضغوط مضغوط مضغوط، وفتحت الكتاب وفجأة لقيت نفسك ما قادر تركز، يعني هتعمل، يعني هتعمل شنو؟ يعني مثلا حددت الساعة 5، بدأ المذاكرة الساعة 5، حاول اضبط المنبه الساعة 5:15، اضبط المنبه الساعة 5:15، وحاول تابع نفسك. أنت من بدأت المذاكرة الساعة 5 حتى الساعة 5:15 مركز ولا غير مركز؟ إذا حسيت نفسك غير مركز، أضبط ثاني المنبه مرة أخرى لمدة ربع ساعة. يعني حاول من الساعة 5 حتى الساعة 5:15 ركز فقط في المذاكرة. قبل يضرب المنبه، إذا حسيت إنك أنت غير مركز، حاول كرر التمرين هذا مرة ومرتين وثلاثة، حتى بإذن الله سبحانه وتعالى تحافظ على تركيزك. بالإضافة إلى ذلك، حاول أقفل الكتاب وسمع لنفسك ريهرسل، سمع لنفسك. إذا استطيع أن تسمع لنفسك معناه أنت مركز، إذا لم تستطيع أن تسمع لنفسك معناه أنت غير مركز أو مشتت. أيضا حاول، يعني بعد حضرت المحاضرة حاول قول مع نفسك ماذا قال الأستاذ، الأستاذ تكلم عن ماذا. تحاول مع نفسك تفكر وتحاول تتذكر، تفكر وتحاول تتذكر المعلومات اللي تذكرتها، حاول كررها مع نفسك على أساس ما تنساه، وإذا حسيت نفسك ما قادر تتذكر ولا شيء من كلام المحاضر، معناه أنت فعلا عندك مشكلة خطيرة بتاع التشتت الذهني وعدم تركيز. مفروض تعالج هذا بالتمرين الذي أشرت إليه من قبل قليل، اللي هو بتاع ربع ساعة ضبط المنبه. أيضا من الأشياء اللي بتساعد، ذكرتها الحين، من الأشياء اللي بتساعد على عدم التشتت والتركيز التمارين. لقيت نفسك مشتت أنت في البيت أو حتى في الجامعة، حاول أذهب لكورنر أو أي مكان مارسك تمارين رياضية، مارس تمارين رياضية. صدقني هذه التمارين الرياضية سترفع معدل الأكسجين والدورة الدموية، وتسهب العقل بصورة إيجابية، وبإذن الله سبحانه وتعالى ما حيكون عندك مشكلة وتعود للمذاكرة. متى ما لقيت نفسك مضغوط مارس الرياضة ومارس التمرين اللي أشرت إليه بإذن الله سبحانه وتعالى. صحيح قد تعاني مع الأيام، قد تعاني الأسبوع الأول والأسبوع الثاني، لكن مع الأيام بإذن الله تركيزك يعود وتكون من الطلاب المتفوقين إن شاء الله. كلام جميل يا أستاذ. في سؤال مشابه في مجموعة الفيسبوك من شيماء ياسين، تقول تقريبا أنت جاوبت على جزء منه، لكن بتقول كيف أركز أو أراجع المحاضرات اللي أنا فوتها وأرسخ المعلومة في ذهني؟ والله يا شيماء، أنا بالطريقة دي أنا شخصيا مجربها، ونتمنى تجربوها يا شباب، جربوها طريقة المذاكرة بالتكرار المتباعد.
لو انت الان، لو انت الان امتحاناتك الباقي لها شهر انت محظوظه، لكن لو امتحاناتك اقل من شهر الطريقه لازم تنفع. ممكن اعطيك طريقه ثانيه، اذا الامتحانات الباقي لها شهر حاولي اجتهدي ذاكري، يعني خلال 48 ساعه حاولي قطي المواد، ذاكريها مره اخرى، يعني حاولي تذاكريها اذا موادك كثيره ذاكريها من اليوم الاول، اذا موادك كثيره يعني من اليوم الاول حتى اليوم السابع كل حاول قطيها. ثاني عيديها مره اخرى، عيديها مره اخرى، حاول تعيديها قبل الاسبوع الثاني، وتحاول تعيديها مره اخرى قبل الاسبوع الثالث 21 يوم، تحاول تعيديها مره اخرى قبل شهر. اذا حاولت كررتيها اربع مرات في الشهر، يعني نفس المعلومه كررتيها اربع مرات في الشهر او خمس مرات في الشهر، ستنتقل من الشورت ميموري الى اللونج ميموري، او من الذاكره القصيره الى الذاكره الطويله، وما حتنسيها. ما احنا بننسى ليه؟ لانه المعلومات ما كررناها فعلا، التكرار يعلم الشطار. يعني من اهم الاشياء اللي بتخلي الشخص يتذكر المعلومه ويكون يعني شاطر التكرار والتاليف. عايز اي شخص عايز يتذكر معلومه يالف فيها، او بالتجارب العلميه. يعني احنا الان لو يعني المعامل طورناها وحولنا الجانب النظري هذا الى الجانب عملي، بالتاكيد المعلومه سترسخ بصوره كبيره جدا. ايضا من الاشياء اللي بتخلي المعلومه ترسخ المشاركه، تحاول تشارك زميلات المعلومه، تتناقش معهم. مثلا زكاه المال، المال له زكاه، زكاه العلم نشره او المشاركه مع الاخرين. وهذه فرصة جميلة، أي شخص عنده صفحة في الفيسبوك أو تويتر أو عنده معلومات ينشرها للآخرين، أنت عندما تنشرها للآخرين بيتعلم أنت وبيتعلم أيضا الآخرين، وزكاة العلم نشره. تفضل. معلومات قيمة جدا. طيب نمشي في السؤال الثالث. الأسئلة تكررت، قال ما هي الأسباب التي تؤدي للفشل الدراسي؟ فعلا والله صراحة أسباب كثيرة، والله أسباب كثيرة جدا لا حصر لها. لكن خلينا نبدأ من البيت، من الأهل. نبدأ من الأهل. أنت عارف يا أخ وفي، كلمة قم ذاكر هذه في أمر، صح؟ قم ذاكر هذه في أمر، معناها الشخص هذا أمر شخص آخر قال له قم ذاكر، الأب، الأم، الأخوان، قال له قم ذاكر. الشخص نفسه في داخله في شخص مسؤول، يقول كيف الشخص هذا يأمرني؟ ممكن يصير هذا وممكن ما يصير. طيب كلمة قم ذاكر دي نفسها أنا في رأيي ما بتأدي إلى تحفيز الطالب أو تحفيز الابن، يعني لا تحفز الطالب. طيب ممكن تقول يا أستاذ أنت بتقول لا تقول للطالب قم ذاكر، طيب كيف الطلاب يذاكرون؟ خاصة في طلاب في اولى ابتدائي، في اولى اساس وثالث اساس، ولا يسمعون الكلام، لازم نقول لكم ذاكر ونقعد على راس، اليس كذلك؟ لا لا لا، انت ما تقول لكم ذاكر، ممكن تسال سؤال تتناقش معه، متى تريد ان تذاكر؟ سؤال مباشر، خليه هو يقرر متى تريد ان تذاكر، وفي الحاله حيرد اكيد. ممكن يقول لك انا الان ما بذاكر، لكن بذاكر بعد خلص اللعبه، أو بذاكر الساعة 8، نفترض قال لك أنا بذاكر الساعة 8 أو أي ساعة، خلاص أنت انتظر. أول ما الساعة 8 جات خلاص بعد وعد، ها؟ أصبح وعد منه هو. الآن أنت الآن منك وعد أنك حتذاكر الساعة 8، والآن الساعة 8 جات، مفروض تذاكر، مفروض تذاكر. بعد خلاص مفروض في هذه الحالة الأب أو الأم يشدوا عليه، لأنه حدد الساعة 8 بنفسه. يعني حتى ناقشنا معه متى تذاكر؟ قال بذاكر الساعة 8، أو بذاكر بعد خلص اللعبة، أو بذاكر بعد أنام. خلاص بعد نام وصحة يلا أمسك كتابك، لازم تذاكر لأنك وعدت إنك حتذاكر. لكن الأب إذا جاء للطالب قال له ذاكر ومسك الكتاب وذاكر، أبشرك بعد نصف ساعة حينام أو يذاكر عشان يشوفوني ذاكرت، ما بكون عنده دافع. إحنا عايزين الدافع الحقيقي. أيضا من الأسباب الفشل الدراسي بالنسبة لطلاب الجامعات عدم الاختيار الصحيح للتخصص، أو اختيار التخصص
اختاروا تخصص وليس لديهم قدرات في هذا التخصص. وأنا أشرت لهذا في في الحلقة النقاشية الخاصة بأوائل الشهادة السودانية. يعني لابد إنه الطالب اختار تخصصه بناء على قدراته. مثلا الليلة مجال هندسة، أنا الآن لو عايز أكون مهندس زي وفي مفروض أنا أكون شاطر في الرياضيات على أساس الهندسة تكون سلسة معي. عايز أكون مثلا أدرس صيدلة، لابد أن تكون ذاكرتي قوية على أساس أفهم المصطلحات وأفهم الأدوية وتعارضها وتأثيراتها لازم تكون عندي ذاكرة على أساس أقدر أتذكر. مثلا عايز أدخل مثلا تربية بدنية، لازم يكون أنا عندي نشاط جسمي وحركي على أساس أقدر أتفوق في هذا المجال. من الأسباب الفشل كما ذكرت الأهل، ولأنه يقول لك قم ذاكر، بالإضافة إلى ذلك عدم الاختيار الصحيح للتخصص، أيضا عدم الدافعية والرغبة الداخلية من الطالب نفسه. إحنا ما ممكن نلوم الأهل وما نلوم الطالب، الطالب نفسه ما عنده دافع حقيقي. طيب إذا ما عنده دافع حقيقي هذه مسؤولية من؟ سؤال مهم. أيضا نرجع الأهل، لأن الأهل ما زرعوا فيه الطموح العالي والرغبة الداخلية واختيار الصحيح للأصحاب. يعني من أهم الأشياء اللي بتخلي الطالب مميزا الطموح العالي، نزرع فيه الطموح والبيئة تكون حوله، يعني حتى أصحاب متميزين لابد أن تكون هنالك أصحاب متميزين. بالإضافة لذلك حتى البيئة العامة لها تأثيراتها، لكن نحن ما نعلق شماعتنا على البيئة، هنالك أشخاص متميزين في البيئة هذه، البيئة حولنا هذه فيها أشخاص متميزين. وأنا أقول لنفسي ما دام هو قدر يصنعها أو قدر يفعلها أنا أيضا أستطيع وأنا أيضا أقدر. تفضل. يعني يا أستاذ مدد قدر اللحافة دي ما نشتغل بها نهائي. بالمناسبة المصطلح ده خطأ. يعني هو بقول لك مد رجلك قدر اللحافة. طيب أنت إذا مديت رجلك قدر اللحافة متى يكون عندك طموح على أساس تمد رجلك أكبر من لحافك؟ ما أنت لازم تكون عندك رغبة داخلية تحاول تطور من نفسك حتى تمد رجلك أكبر من لحافك. لو أنت استسلمت للوضع وكل مرة بتمد رجلك قدر لحافك، أنا ممكن نعدل هذا يعني المثل، يعني مد رجلك قدر طموحك. كلام جميل. في سؤال في الفيسبوك من يسرى بتقول كيف نرجع نذاكر أو نراجع الامتحانات أو المواد اللي وقفنا منها لين 9 شهور، وده الحاصل حاليا قالت في الوضع في قفلة الكورونا وغير المواد دي اتنست وتغبرت. بالنسبة لي هي جامعية ولا شهادة ثانوية؟ جامعية تقريبا. أوكي جامعية تقريبا. والله صراحة احنا ما نكون مثاليين للدرجة دي، فعلا الوضع صعب، يعني فيه صعوبة، ما نكون مثاليين، الوضع فيه شاق، يعني شاق شوي نتيجة للظروف اللي بتحيط بالبلد بكل جوانبها، ما في داعي نقولها انتم عارفينها. بالإضافة إلى أنه يعني إقلاق الجامعات أصبح متكرر خاصة في ال3 سنوات الأخيرة، أو ممكن نقول في السنتين الأخيرتين، وهذا الشيء أثر على الطلاب. فبالتالي أنا الآن بوجه الرسالة هذه على القائمين على أمر البلاد بصورة عامة، يجب أن تضعوا الطلاب النص بأعينكم. الطلاب ديل أنا برى إنه ما عندهم ذنب في الحاصل هذا، يعني ما عندهم ذنب، في النهاية هم وجدوا الصراعات المختلفة هذه، هم وجدوها أمامهم، ما عندهم، والله ما عندهم ذنب. فبالتالي طيب أنا هم ما عندهم ذنب، إذا استسلموا مشكلة، طيب الأفضل ما يستسلموا، ما خلاص يعني ما الأفضل ما يستسلموا. إذا استسلموا حيحبطوا وما حيكونوا ناجحين في هذه الحياة. فبالتالي يحاولوا يجتهدوا بقدر المستطاع. وأيضا أوجه رسالة لأساتذة الجامعات، وخاصة أساتذة الجامعات، يكونوا سلسين، يكونوا مرنين في التعامل مع الطلاب في هذه الفترة بالذات، لأن كثير من الدول وكثير من الجهات نجحت الطلاب يعني بأعمال سنة وببحوث وبأشياء كثيرة بحيث إنه الطالب تأثر أيضا. فبالتالي أيضا أساتذة الجامعات يحاولوا يعملوا للطلاب بحوث، مشاريع، أشياء ترفع من القدر حق الطالب
وعلى أساسها يكون الاختبار أو الامتحان النهائي من 40 أو من 60. يعني أنا برأي أنه في الظروف هذه مفروض الاختبار ما يكون من الدرجة كاملة، يكون جزء منه أبحاث، يكون جزء منه مشاريع، يكون جزء منه مشاركات. الامتحانات مفروض تكون 40% أو 50 أو 60%، لأنه في النهاية لو أشاركنا الطالب في البحث العلمي وجاب بحث علمي مميز، هذا أيضا يرفع مستوى الطالب. وأحيانا الطالب يتعلم في البحث والمشارك أعلى من الحفظ والدرجات نهاية العام. فبالتالي نرجع لسؤال أخت مرة أخرى، أنت لا تستسلمي، أخلي طموحك عالي جدا، وحاولي ذاكري بالطريقة التي ذكرناها قبل قليل اللي هي طريقة التكرار المتباعد. ممكن أضيف لك شيء الآن، حاولي ذاكري أيضا بالألوان، حاولي حضري 3 ألوان أساسية، اللون الأحمر، لأن اللون الأحمر هذا يعني حطيه في العناوين الرئيسية، لأن اللون الأحمر هو من أكثر الألوان طول موجي. لما تلوني المصطلحات أو التعاريف أو التواريخ، الأشياء المهمة باللون الأحمر تستطيع أن تتذكريها بإذن الله سبحانه وتعالى. أيضا اللون الأصفر طبعا معروفة هذه ودراسات، اللون الأصفر يساعد بصورة كبيرة على درجة الحفظ. يعني مثلا أنت لو ملاحظ يا أخوة، في الشعراء زمان يحفظون معلقات ومجلدات بصورة كبيرة. ليه؟ أنا صراحة بعد بحثت في هذا الموضوع، الصحراء كان لون أصفر، الورق اللي بتعاون معه كان لون أصفر، الجبال كان لون أصفر، ثاني في شيء لون أصفر. المهم، فبالتالي كل هذه الأشياء ساعدتهم على الحفظ. حتى الآن المدارس العالمية والإنترناشونال المعروفة تطلي الجدار باللون الأصفر على أساس يشد الانتباه ويساعد على التذكر. هذه معلومة حقيقية، يعني مش معلومة بقولها أنا. حتى في القرآن الكريم مذكور يعني اللون الأصفر، بقرة صفراء فاقع لونها، فاقع لونها، لونها فاقع ظاهر. فبالتالي لما عندما البنت أو الولد أو الطالب يلون باللون الأصفر بعض الأشياء، وباللون الأحمر بعض الأشياء، وباللون الأخضر بعض الأشياء، هذه الأشياء تساعد على التذكر بصورة جميلة وبصورة رائعة، وبإذن الله تحقق التميز بإذن الله. في سؤال من أستاذ ريان عبد الحميد يقول: كيف أجعل الطالب الذي أثناء الدرس والشرح يتخيل كثيرا ويسأل كثيرا، كيف أجعله يركز في الدرس ولا يضيع الزمن في التفاصيل؟ ده سؤال بالمناسبة مهم، وكثير من الناس لا تنتبه لهذا. بالمناسبة الطالب اللي بسأل كثيرا واللي بيتكلم كثيرا وبحاول يتحاور، هذا طالب مبدع. وإحنا كثير من الطلاب قتلنا الإبداع داخلهم بسبب أسكت أسكت، ما تتكلم، سواء كان من الأهل أو من الأساتذة. نكون واضحين، أسكت أسكت ما تتكلم، هذه أسكت ما تتكلم قتلت الإبداع بصورة كبيرة. فبالتالي هو ما دام بيتكلم وحي بيتكلم، تسمع له من خلال إنه هو بيتكلم، احتمال يكون مبدع في شيء ما، ولكن ما قدر يوصل الرسالة. طيب هو بيتكلم كثيرا، تتحاور معه حتى لو كان صغيرا، تتحاور معه، تتناقش معه. أنت الآن بتتكلم كثير وبتسأل كثير، أنت ماذا تريد؟ طيب خلاص، تحاول هي تفهم منه، بعدين تغير أسلوب المذاكرة. هي ولية أمر ولا معلمة؟ معلش، هي أستاذة، لأنه السؤال سيقته بتقول أثناء الدرس كيف أجعل الطالب يركز. إيه هي أوكي، أثناء الدرس. طيب هذا الطالب إذا كان مشاغباً ويحاول يشتت الأستاذ، تحاول تشرك معها، ما خلاص هو طالب يتحرك، تحاول تشرك معها في العملية التعليمية. كيف؟ يعني أنت مسؤول تكتب أسماء الطلاب المتميزين، أنت مسؤول تجمع الكتب من الطلاب. والله صدقني أنا شخصياً يعني تعاملت مع هذا الطالب المتميز أو الطالب اللي بيتكلم كثيراً، حاول أشركه معك واستفيد من نقطة القوة حقته هذه. قل أنت مميز تجمع الكتب، لأنه خلاص عنده فرط في الحركة بحيث يتكلم، أجمع الكتب. أنت مثلاً يعني تحاول يعني تساعدني في العملية التعليمية، تحاول تنظم معي الفصول، تنظم معي الفصل، تحاول تفتح الشبابيك، تحاول تولع الإضاءة. المهم تشغله معها ويحس إنه مسؤولاً، وبإذن الله مع الأيام يتعدل سلوكاً، يتعدل سلوكياته، تعدل سلوكياتي. إذا ما تعدل معناه هذا الطالب مبدع في شيء آخر، تحاول تكتشفه
وتتعرف عليه. مثلا ممكن يكون مبدع في النشاط الطلابي، وإحنا هذا صراحة في كثير من المدارس مهمل هذا الجانب، ممكن مبدع في الجانب بتاع النشاط الطلابي، تحاول تحول للوكيل أو المدير هذا الطالب عنده أشياء مهمة خاصة به، الجانب الحركي والإفراط في الحركة ينفع في الجانب النشاط الطلابي ويكون مسؤول من هذا، وبإذن الله يتعدل الطالب إذا خطينا في المحل الصح يستطيع أن يبدع ويتميز بإذن الله. كلام جميل. في سؤال ثاني من آية علي في مجموعة الفيسبوك، بتقول أنا اتخرجت قبل 5 سنين والآن بفكر في الماجستير لكن نسيت أي شيء، نصايحك ليش أنا أبدأ كيف؟ طبعا يعني النسيان طبع الإنسان، فعلا المعلومات إذا الشخص ترك لفترة زمنية طويلة ينساه، دي حقيقة. تحاول تحتك بالناس المميزين في المجال، مهما كان مجاله تحاول تحتك بهم، إذا عندهم مجموعة في الفيسبوك تتابعهم، إذا عندهم جروب في الواتساب تتابعهم، أكيد بيقولوا معلومات، بيقولوا معلومات مع الأيام يعني بتدخل نفسها في المود أو بتدخل نفسها في الأجواء شوي 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 شوي. إذا كانت هنالك معاهد في مجالها، معاهد متخصصة في مجالها، تدخل معاهد من أجل أن تطور المهارات التي نسيتها. يعني مثلا إذا كان مثلا مجالها يعني مثلا صيدلة ونسيت بعض المعلومات، تدخل معاهد خاصة بالمصطلحات والصيدلة والأدوية الجديدة والحديثة والاكتشافات العلمية، وتدخل النت. وأيوه في شيء مهم جدا وخطير، تحضر مؤتمرات علمية، لأن المؤتمرات العلمية بتعطي الشخص خلاصة العلم الذي توصل إليه، يعني العلم يعني آخر العلم، العلم الذي توصل إليه هذا المجال يناقشه في المؤتمرات العلمية. والمؤتمرات العلمية عندها ميزة أخرى، بتخليها تحتك بالمتميزين في هذا المجال. إذن أعيد، المحتكين تحتك بالمتميزين في هذا المجال، بالإضافة إلى ذلك تحاول تدخل في الجروبات والمجموعات الخاصة بأهل التخصص، وتحاول أيضا تستعين بأشخاص دفعتها مستمرين في هذا المجال، تتناقش معهم إيش الأسباب اللي هي الممكن أنا تخليني أبدع في هذا المجال، وتدريجيا تدريجيا حتى مستوى يتحسن. نصيحتي لها العامة لا تستعجل، يعني الموضوع هذا محتاج منها 6 شهور حتى تعيد كل المعلومات بالخطوات التي ذكرناها. كلام جميل. نرجع للأسئلة اللي تكررت بسبب اللقاء القديم. السؤال الرابع، الزول اللي بيشعر بالملل من المذاكرة في أقل فترة يبدأ يذاكر خلاص بمل، تقريبا أنت جاوبت على جزء من السؤال ده بممارسة الرياضة، لكن ممكن تستفيد لنا. أيوة نعم نعم نعم. السلام عليكم. وطبعا عليكم السلام. محمد محجور. حسين، كان عندي سؤال كده اللي هو بالنسبة للناس اللي هم في جانب الابتكار والاختراع، يعني هل بتوجد دراسات على أن هم عندهم قابلية للمراجعة، أو يعني هم أكثر قدرة على المراجعة والمذاكرة أكثر من غيرهم، ولا حيدي كيف يعني؟ حلو، ممتاز، سؤال ممتاز. طيب شوف، هنالك 7 خطوات للإبداع، 7 خطوات للإبداع أنت شخصياً لو أتقنتها تستطيع أن تبدع وتخترع جهازاً. 7 خطوات، طبعاً موضوع طويل، وأنا 7 خطوات هذه هي موجودة معي، ممكن بعد اللقاء أنا أزودك بها. يعني الفكرة إنه مش ضروري الشخص يكون ذكياً حتى يبدع. صحيح، الشخص الذكي بيكون عنده سرعة في عملية التعلم ويستطيع أن يبدع بصورة أسرع، لكن مش معناها إذا الشخص معامل الذكاء الآي كيو منخفض مش معناها ما حيقدر يبدع، بالتأكيد سيقدر يبدع، لأنه الآن الإبداع أصبح علما يدرس. خطوات محددة، الشخص إذا اتبع هذه الخطوات يستطيع أن يبدع. الإبداع ليس له علاقة كبيرة بمعامل الذكاء أو بالشخص المتفوق،
أتمنى أكون أجبتك على سؤالك يعني. طيب كلام جميل، نرجع للسؤال. أيضا معلش اتواصل معي بإذن الله بعد اللقاء أزودك بالخطوات السبعة للإبداع إذا كنت مهتم بهذا. إن شاء الله. طبعا محمد محجوب، انت مالك ما عرفت نفسك بالطريقه الصح. محمد محجوب طبعا هو معانا في مجموعه الباحثين ومبتكر كبير جدا، طالب في جامعه في الكيمياء. عرف نفسك يا محمد محجوب، تفضل. عرفت، فرصه سعيده. محمد محجوب، مهندس في قطاع الباحثين السودانيين وحاصل عبارتي اختراعات الهندسه والتكنولوجيا، ما شاء الله. عضو مدكر في دي سي ديفلوبمنت ستودنت كوميونتي، مؤسس مبادرة يضمن المبتكر ومدير التنفيذي لفريق المبتكرين الصغار. ما شاء الله ما شاء الله، دي سيرة عطرة، احنا ذاتنا نستفيد منك يعني. ان شاء الله ان شاء الله وان شاء الله نلقى باذن الله سبحانه وتعالى. نرجع لسؤال الملل، في زول ملول جدا بعد يبدا مذاكرة طوال يعمل شنو؟ طبعا هنالك في سلم اسمع، هو طبعا محتاج وقت شوية عشان اشرح يعني. اسم سلم السيادة ومراحل التعلم، يعني اسم سلم السيادة ومراحل التعلم. هذا السلم بتكون من ثلاث خطوات رئيسية. ما هو الشخص يشعر بالملل، ما قادر يذاكر، كيف يحول هذا الشيء ويقدر يذاكر، أليس كذلك؟ طيب إذن السلم هذا بتكون من ثلاث خطوات. الخطوة الأولى اسمها الوعي بعدم القدرة. الخطوة الأخرى اسمها الوعي بالقدرة. الخطوة الثالثة والأخيرة اسمها عدم الوعي بالقدرة. حاشرح. طيب الشخص في بداية، قول مثلا الشخص الآن دخل جامعة، في بداية الجامعة بحس مثلا، قول شخص مثلا دخل طب كمثال، طالب دخل طب، في البداية بكون واعي بعدم القدرة، بكون واعي بعدم القدرة على فهم المصطلحات الجديدة عليه، في مرحلة بتاعت وعي تام. المرحلة الأخرى بيكون عنده مرحلة الوعي بالقدرة، هو واعي إنه قادر على هذه المصطلحات. المرحلة الأخرى عدم الوعي بالقدرة، يعني خلاص بعد يصل مرحلة رابعة جامعة أو خلاص تخرج يستخدم المصطلحات العلمية حتى بدون وعي، عدم الوعي بالقدرة. أقرب مثال لذلك مثلا سواقة العربية، في البداية عدم الوعي بالقدرة، في البداية أنت ما قادر، ما بتعرف تسوق، أنت واعي بعدم قدرتك على سواقة العربية. المرحلة الثانية الوعي بالقدرة، أنت واعي أنك أنت بتدوس البنزين، ماسك الدركسون، بتدوس الفرامل، واعي بالقدرة. المرحلة الأخيرة اسمها عدم الوعي بالقدرة، بتمارس السواقة ولا تنتبه، بتمارس السواقة ممكن تتكلم، بتمارس السواقة ممكن تأكل مثلا. فبالتالي المرحلة الأخيرة اسمها عدم الوعي بالقدرة. الطالب مفروض يفهم إنه نرجع لكلامك، الملل هذا شيء طبيعي، كلنا بنمل من المذاكرة، ما نحن نقول نفسنا مثاليين، كلنا بنمل. لكن أنت عندما تدرك إنه هذا الملل إذا استمريت عليه ممكن تحوله إلى عدم الوعي بالقدرة، لاحقا ممكن تذاكر وما تحس نفسك انك بتذاكر، لان خلاص بقت جزء من حياتك، بقت جزء من كينونتك. مثلا حتى البيت الان اللي بتطبخ بعد تعود على الطبخ، بقت خلاص بالنسبه لها هذا روتين، ما توقع تمل بصوره كبيره. وكل الاشياء احنا المهاره اذا حولناها وبقت جزء مننا بنستطيع نتعامل معها بعدم الوعي بالقدره نمارسها ولا نعي ان احنا نعملها. يعني الآن مثلاً في التليفون، يعني أنا متأكد الآن لو جيبنا شخص قلنا له يا أخي أجلس في التليفون لمدة ساعتين وتصفح، لأول مرة استخدم التليفون حيمل وحيسهج. لكن إحنا الآن ممكن نستخدم التليفون ثلاث ساعات متواصلة وما حنمل. ليه؟ لأن تعودنا عليه، بيجو جزء من طبيعتنا وجزء من كينونتنا. أي شيء صعب عليك حاول حول إلى مهارة تكون جزء من حياتك، وعندها بإذن الله سبحانه وتعالى تمارسها بصورة طبيعية وصورة تلقائية. كلام جميل. قبل أن نمشي للسؤال الخامس، في سؤال ثاني من أستاذ ريان معنا في الشات هنا في الزوم، بتقول في طالبة بتشتكي من كثرة التساؤلات والدقة أثناء الدراسة، هي ذكية لكنها
عند قرب الامتحانات تضيع الزمن في التفكير حول الدرس. كيف تتحكم أن تركز على النقاط المهمة في الدرس للاختبار، خاصة أثناء الاختبارات، وأن تترك الدقة والتساؤلات في باقي الأيام؟ تقريبا السؤال ده ممكن نربطه بالسؤال الخامس قدامنا هنا، الأسباب التي تؤدي لضعف الاستيعاب أو تشتت التركيز تقريبا. اوكي. طبعا من الاشياء اللي بتؤدي الى ضعف الاستيعاب، نتكلم عن الاشياء اللي تؤدي الى ضعف الاستيعاب وعدم التركيز ونربطها بالكلام. طيب، يعني الشخص اذا مثلا ما قادر يتحمل المذاكره وضعيف الاستيعاب، يعني ما يستوعب بصوره كويسه، ما قادر يتحمل حتى الجلسه لمده نصف ساعه المذاكره، ده شيء موجود، معناها في الغالب لا يتناول غذاء صحيا. يعني الشخص اذا بيتناول غذاء، يعني مثلا اذا الشخص يكسر من النشويات ويكسر من الدهون، هذه الاشياء خاصه في يعني الان في الفتره الاخيره، الغذاء يعني طبيعه غذائنا بصوره عامه مركزه بصوره كبيره على النشويات وعلى الدهون بصوره كبيره. الجسم لا يحتاج إلى كمية النشويات والدهون التي نتناولها في غذائنا اليومي. بالتالي إحنا محتاجين، يعني من الأسباب اللي بتخلي الطالب ما يركز، بتناول غذاء غير صحي وبكسر من النشويات والدهون، ودي بتعمل خمول بالنسبة للجسم. وأنا قلت الأشياء المهمة للمذاكرة وبترفع من الاستيعاب: المكسرات، الخضروات، الفواكه، الأسماك. أيضاً من الأشياء اللي بتخلي الشخص ضعيف في الاستيعاب عدم ممارسة الرياضة. أعيد وأرجع، الرياضة مهمة جدا، بترفع من مستوى التذكر ورفع الأكسجين والدم إلى خلايا الدماغ. أيضا الأمراض، إذا الشخص مريض أكيد حيكون ضعيف في الاستيعاب وأكيد ما حيتحمل المذاكرة، مفروض يعالج الأمراض. أيضا عدم التركيز، أيضا قلت وتاني أشير إليه، من الأشياء اللي بتخلي الشخص ملول وضعيف في الاستيعاب ولا يركز ولا يتحمل مذاكرة وعدم التركيز. بالتالي المفروض يراجع، يعني المفروض يكون تركيزه عالي بالتمرين الذي أشرنا إليه، ويعالج الأمراض ويمارس الرياضة ويتناول غذاء صحيا، ما حتكون عنده مشكلة. بالنسبة للطالبة التي يعني أسئلتها كثيرة، أسئلة بتسأل كثيرا ولا تركز على الخطوط العريضة، مفروض أن إحنا نوجهها توجيه صحيح. نفس الفكره، نجيب قلم احمر او قلم، يعني قلم او قلم اخضر، نخطط لها خطوط عريضه، نقول لها يا بت احنا الان مقبلين على مرحله بتاعه امتحانات، يجب ان لا تركز على التفاصيل الدقيقه 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 حتى تضيعي مجهودك وتركيزك. تخطط التعاريف، المصطلحات المهمه، الجداول والمقارنات، الرسم وبياناتها، الأسئلة في نهاية الفصل. يعني بدي هذه البنت هي ممتازة، لكن محتاجة لتوجيه، محتاجة لإرشاد صحيح حتى تستطيع أن توجه هذا المستوى حقها إلى واقع فعلي. فعلا احنا ما يعني صحيح تركيز على التفاصيل الكثيرة ينسيها بعض الأشياء، لكن لاحقا هذه انا ان شاء الله ابشركم من الان، ما دام هي مهمه بالتفاصيل الدقيقه الدقيقه الصغيره دي، ان شاء الله لاحقا حتكون، اذا مثلا دخلت في كليه الطب، اذا دخلت كليه الطب في الغالب حتكون مبدعه في مجال المخ والاعصاب، لانه المخ والاعصاب حسب تحليلي انا محتاج لشخص دقيق ويفهم في تفاصيل التفاصيل. او اذا مثلا دخلت الجامعه، مفروض ما تكون استاذ في الجامعه، مفروض تكون في مركز الابحاث، لأنه مركز الأبحاث بنركز على التفاصيل الدقيقة الدقيقة الدقيقة، التفاصيل الدقيقة. يعني دي يعني هي مشروع ممتاز إذا اهتمينا بها وعملنا لها رعاية ووجهناها التوجيه السليم والصحيح. تفضل. سؤال من عبد الرحمن محمد، عبد الرحيم محمد، بيقول بسأل أفضل طريقة للمذاكرة في الجابات، جابات الامتحانات. شكله من نوعية مذاكرة الجابات وخلاص. طيب، أفضل طريقة مثلى لعملية المذاكرة في الجابات المناقشة. ندي الخلاصة الموضوع، إنه يتناقش مع الطلاب
أو زمايله الأعلى منه في المستوى. إذا تناقش مع الطلاب الأعلى منه في المستوى هو بيستفيد، والطلاب الذين يشرحوا له أيضا يستفيدوا. كيف؟ يعني الشخص عندما يعلم الآخرين بيستفيد، والشخص عندما يتعلم من الآخرين أيضا بيستفيد. بالتالي هما دام بيذاكر في القابات، نفترض القاب يومين، لا أنصح إنه يذاكر في مجموعة في اليوم الثاني، أنصح يذاكر في مجموعة في اليوم الأول. إذا نفترض عنده قاب مثلا الليلة مثلا الجمعة، عنده اختبار مثلا يوم الأحد، السبت هذا لا عنده اختبار مثلا يوم الاثنين، بكرة السبت يمشي راجع مع زمايله مع مجموعات ويستفيد من الناس الشطار، يوم الأحد يذاكر لحالة المعلومات اللي قالها الطلاب الشطار أو المجموعة الممتازة، يلخصها ويكتبها، حياخد الزبدة منهم، وحتى يسألهم ما دام هم مستواهم مميز يسألهم سؤال مباشر: ما هي الأسباب التي جعلتكم متميزين وتتفوقون في الدفعة؟ وحيقول احنا بنعمل كذا بنعمل كذا بنعمل كذا، يحاول يستشف هذا، يستشف عادي ويطبق هذا على نفسه، وبإذن الله يحقق درجة كويسة. دي إجابة سريعة على الجابات. كلام جميل. باقي أيوة نمشي السؤال الأخير. أنت ذكرت جزء منه، قال لك هل تعتبر المذاكرة بالألوان فعالة؟ يا سلام. دي عنا تغطية تاني، أنت ذكرت جزء منها. أوكي طبعا 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 المذاكرة بالألوان فعالة جدا، وأنا بنصح أي طالب الآن بعد يحضر هذا اللقاء يمشي المكتبة يجهز ثلاث أقلام. أولا القلم الأحمر. القلم الأحمر هذا يعتبر اللون الأحمر من الألوان ذات الطول الموجي العالي، وهذا يساعد على التذكر بصورة فعلية. يعني مثلا أنت الآن مثلا قول مثلا يعني عايز تكتب أي تعريف، مثلا القوة إما دفع أو سحب، ولونت كلمة سحب ودفع مثلا باللون الأحمر حتذكرهم بعدين، حتذكرهم. يعني مثلا حتى الخرائط الذهنية التي أنشأها لنا توني بوزان كلها مبنية على الألوان، مبنية على الألوان. فبالتالي اللون الأحمر مهم جدا لأنه يساعد على التذكر بصورة كبيرة. أيضا اللون الأصفر من الألوان التي تساعد على تنشيط الذاكرة، وأنا كما ذكرت إنه كثير من الشعراء الجاهلية أو سابقا كانوا يحفظون بصورة ممتازة. لماذا؟ لأن كانت الصحراء لونها أصفر، الجبال لونها أصفر، الأوراق حتى لون أصفر. أيضا نصيحة هنا سريعة، إذا استطاعت أن تلون كل يعني مثلا هنالك صفحة مهمة جدا والطالب عايز يركز في أي صفحة، يلونها كلها باللون الأصفر. اللون الأصفر هذا ينشط خلايا الذاكرة، مهم جدا مهم جدا اللون الأصفر. يعني إحنا الآن الورق أبيض والكتابة سوداء، إذا استطعت أن تحول الورقة إلى لون أصفر تستطيع أن تتميز. يعني الآن كثير حتى من الكتب المميزة، الآن الكتب المميزة في الغالب تلقاها بالألوان، مش اللون الأبيض الناصع، لا لا لا، بألوان قريبة اللون الأصفر أو ألوان أقل درجة من اللون الأبيض. أيضا اللون الأخير اللون الأخضر مهم جدا. اللون الأخضر أنا بنصح للجداول والمقارنات، إذا هنالك جداول أو مقارنات موجودة يجب أن تكون باللون الأخضر عندما نربط اللون الأخضر بالمقارنات خلاص إحنا لونا الكتاب الأصفر والأحمر، المقارنات أو الأشياء الأخرى باللون الأخضر. بعدين نتذكر يا أخي أنا الجدول حق المقارنة هذا كان باللون الأخضر، التعريف هذا كان باللون الأحمر، المصطلح هذا كان باللون الأصفر، الورقة المهمة هذه أنا لونتها كلها باللون الأصفر، كيف أنساها؟ فعلا المذاكرة بالألوان فعالة جدا، وأنا والله أنصح بها بشدة. الآن كثير من الطلاب معي وأنصحهم بالآتي: يجب أن تكون لديك ألوان مختلفة، ويجب أن تكون لديك في ورق أصفر وأخضر، ورق لاصق، نقول هذا الورق لصقه في الكتاب، على أساس هذا الورق أولا يعطي الكتاب لون مميز، بالإضافة إلى ذلك يساعد الطالب على التذكر. وكثير من المعلومات اللي بقولها انا فعلا طبقتها، يعني ما
مش كلام نظري، فعلا كلام عملي وجربتها وفعلا فعاله بصوره اصلا ما يتخيلوها. ان احنا ما دام حضرنا هذا اللقاء وعرفنا هذه المعلومات، من الخطا نذاكر بالطريقه القديمه، لانه الطريقه القديمه هي وصلتكم لما هو عليه انتم الان. عايزين تتغيروا من انتم عليه الان، يجب ان تغيروا الاسلوب او تغيروا الطريق. هذا باختصار يعني. والله كلام جميل جدا يا اخي تقريبا احنا غطينا كل الاسئله يا استاذ. جميل. تنبيه للشباب اللي معانا، يزول اللي عنده سؤال عايز يسال ممكن يستخدم خاصيه رفع اليد زي ما قلنا، نفتح الميكروفون. طيب انا عندي تعليق او تعقيب. انت دائما بتكرر بتقول العبقريه او الذكاء العالي في الاي كيو كذا، هذه ما مبرر كافي انه الطالب يكون متميز. صحيح. تركز على حاجتين دائما، الاكل السليم او الاكل الصحي والرياضه. صحيح. يعني في معادله ممكن تضع علينا انه اذا في طالب بياكل اكل صحي بيمارس الرياضه بطريقه مواظبه ممكن يطلع لنا طالب نابغه. هي فعلا هي عوامل، يعني الغذاء الصحي بيلعب دور اساسي في عمليه التذكر وعمليه الفهم السريع. الغذاء طبعا له اساسه وتركي له يعني الغذاء السليم مهم جدا في عمليه المذاكره. صحيح. ايضا بالاضافه الى ذلك الهدف من اهم الاشياء ايضا، على اساس الطالب يكون عنده هدف عالي. يعني مثلا عايز تجي تقول مثلا انا في الجامعه عايز نكون الاول في الدفعه، او انا عايز نحرز نسبه 98% في الشهاده الثانويه. هذا الهدف يوميا انت تنظر اليه وتجتهد، مش تكتبه وخلاص، لا لا لا، تكتبه وتجتهد بقدر ما هو الاجتهاد يوصلك لهذا الهدف. انا شخصيا لا اؤمن انه عمليه الذكاء وحدها تكفي للشخص يكون ناجحا في الحياه. اذا كان الشخص ذكيا ولا يعرف اهدافه ولا يخطط صح ويخربط في الغذاء، ما ياكل غذاء سليما ولا يعرف الاساليب الحقيقيه للمذاكره، وليس له قدره على التحدي يتحدى نفسه حتى يستطيع ان يحقق النجاح، فكيف يستفيد من ذكاء؟ وانا المره اللي فاتت يا اخوه في اشرت لهذا بوضوح. احنا لا ما نتكلم نظري، نتكلم عملي. أذكى رجل في العالم اسمه كريستوفر لانجن. كريستوفر لانجن هذا معامل الذكاء 195 من 200، أعلى ذكاء في العالم. يعني معامل الذكاء من 200 وجاب 195 لايك. أينشتاين 160، بيل جيتس في الرينج هذا، توماس أديسون في الرينج هذا، كله 160 150. لكن بيل جيتس وإينشتاين وبتعبل هذا اسمه مين هو؟ بتعبل هذا اسمه مين هو؟ بتعبل كلهم تفوقوا على كريستوفر لانجن الذي يعني معامل ذكاء عالي. أيوة ستيف جوبز، يا سلام عليك. إذن هم ما أذكياء مثل كريستوفر لانجن، لكن تفوقوا عليه في الحياة. كريستوفر لانجن ليس له أي إبداع رئيسي في الحياة، رغم أنه أصبح يتكلم وعمره 6 أشهر، علم نفسه القراءة والكتابة وعمره 6 سنوات، علم نفسه، ماذا أحد علم. طبعاً تاني في الاختبار الشهير في أمريكا اسمه SAT، هو بيختبر القدرات حقت الرياضيات أو القدرات العقلية. أحرز الدرجة الكاملة بدون أحرز الدرجة كاملة والزمن ما خلص ونام أثناء الاختبار. إذن يعني قدرات عقلية هائلة، لكن ما عنده اختراع رئيسي. فبالتالي نرجع لكلامك، الشخص إذا أراد أن يكون مبدعاً في هذه الحياة ويريد أن يحقق نجاحه ليس بالشرط أن يكون ذكياً، وأنا بقول هذا الكلام ومسؤول عنه، ليس بالضرورة أن يكون ذكياً، لكن من الضروري أن يتناول غذاء جيد، من الضروري أن يكون لديه هدف، من الضروري أن يتحدى نفسه، من الضروري أن يكون لديه أسلوب ومعرفة بالمذاكرة، من الضروري ينام ساعات كويسة. بمجرد ما الجسم يحتاج للنوم، يعني بالنسبة لساعات النوم أرجع لكلامك، ما في حاجة اسمها 8 ساعات كافية للنوم. الشخص ينام عندما الجسم
يكون محتاج للنوم. إذا فعلا الجسم محتاج للنوم أسهب للنوم، لكن ما ممكن تقول أنا بنام 8 ساعات في اليوم وتسهب إلى السرير وتتقلب في السرير وما تنام. بدل تتقلب في السرير أخذ السماعات أسمع قرآن، أسمع محاضرة تحفيزية، أسمع يعني أي شيء في مجالك. أيضا من الأشياء المهمة في المذاكرة ذكرتها الآن، سجل المنهج بصوتك، سجل المنهج بصوتك. إذا سجلت المنهج بصوتك وإنت بدل تتقلب في السرير حط السماعة وأسمع المنهج، ما هي الطريقة بتاعت مذاكرة. وإنت إذا بتسمع حتى نمت المعلومات هذه تتبرمج وتسهب العقلك الباطن، وعندما تصحى تتذكرها بصورة فعالة جدا بصورة أصلا متخيلة. إذن الشخص ليس بالضروري أن يكون يعني عبقريا، لكن من الضروري أعيد تاني يكون عنده هدف، يكون منضبطا لعملية المذاكرة، يجب أن يكون ما عنده أمراض، يجب أن يكون نظيفا، يجب أن يعني ينام بصورة معقولة، يجب أن يعني يتميز أو يكون له تحدي حقيقي مع الهدف الذي وضعه، لازم يصل له، لازم يصل له. تفضل. كلام جميل. تذكير للشباب اللي ما حضروا الجزء الأول من الجلسة دي، هي موجودة في قناة الباحثين على اليوتيوب، وموجودة برضو في مجموعتنا في الفيسبوك في قائمة البحث فوق. إذا كتبت بس طريقة المذاكرة والتعلم يظهر لك التسجيل، كان قبل جمعتين تقريبا. أيوة نعم. أستاذ محمد عبد السلام مشكورا. الناس ما حضرت ممكن تتابع من هناك، في أسئلة كبيرة حتلقى أجوبتها جاهزة يعني قبل ما تجينا هنا. طبعا. شكرا جزيلا يا أستاذ محمد عبد السلام، والله كلام جميل جدا، وأنا يعني كلامك ده ذكرني بشيء في ساعات النوم. إنه زمان مع الأسف في الجامعة نحن واحد لما يكون في امتحان صعب بتقول أنا الليلة ساهرة أصبحها. لا ما صحيح. أكبر غلطة أنا. أيوة أكبر غلطة، لأنك اليوم الثاني لا حتكون منهك جسديا فيزيائيا أنت بتكون منهار، وعقلك زاد وما في معلومة رسخت فيه. بالضبط بالضبط. عاوزك تنصح الجيل الهسي المقبلين على الامتحانات أو السمسترات الباقي دي. والله هو زمان الليلة صبيحة للصباح دي. فعلا انت مناسبة، حتى انت الاشياء طبقتها حتى نحن طبقناها، لانه ما كنا مدركين للمعلومات التي احنا بنتحدث عنها الان. والله انا يعني بنصح الجيل الحالي، او هو الجيل الحالي بصورة عامة محظوظ، لانه وجد هذه المعلومات في ناس بتقولها. احنا زمان في زمننا يعني ما كان في معلومات، وحتى الانترنت والتواصل ما كان قوي للدرجة دي يعني، وما كان في يعني ما تقدر تحضر دورة تدريبية ولا تقدر تحضر لقاء في الزوم، ما في. بالتالي كثير من المعلومات كانت غايبة عنا. الجيل الحالي هو محظوظ بتوفر المعلومة، ولكن شوي ما محظوظ بالمشتتات. حاجة أقولها صراحة يعني، الآن المشتتات كسرت، وأكثر المشتتات الذهنية الآن هي وسائل التواصل الاجتماعي الكثير هذه، وأيضا حتى ظروف الحياة ما نكون إحنا أيضا ما نكون يعني مثاليين، أيضا ظروف الحياة والمعيشة والحركة أيضا هذه أيضا أثرت على المستوى العام. بالنسبة لنرجع لكلام الأخ وفي، إنه فعلا الواحد مفروض يعني ما يذاكر حتى الصباح ويمشي الامتحان، لأنك أنت في هذه الحالة أرهقت الجسد والذهن بصورة كبيرة جدا. يعني من الأفضل أقل شيء تنام 4 ساعات قبل بدء الامتحان. عندما ترتاح قليلا تستطيع أن تركز وأنت داخل غرفة الامتحانات. أيضا يعني أقول معلومة هنا سريعة، ليس من الصح أن تقرأ الكتاب، هذا بالنسبة لموضوع القراءة، ليس صحيحا أن تقرأ الكتاب من الجلدة إلى الجلدة أو من الغلاف إلى الغلاف. أنا في رأيي هنالك كتابين فقط فعلا الواحد يستاهل أن يقرأهم كاملا. القرآن الكريم يجب أن تقرأه كاملا، لأنه فيه تدبر وفيه معاني جميل، لازم تقرأه كاملا. الرواية الشخص أيضا بقرأها كاملا من أجل الاستمتاع، لكن باقي الكتب الكثيرة اللي نحن بنسميها كتب المعرفة ما تحتاج تقراها من الغلاف إلى الغلاف. لو الآن الوقت يتسع
أنا ممكن أعطيكم أو أديكم يعني منهجية لقراءة الكتب الحين، الآن لقراءة الكتب دي بالنسبة لعامة الناس الآن. ممكن الآن في بعض الأشخاص يتابعون الآن وهم ليس طلاب، ولكن يحبوا أن يقرأوا كتب، كتب مختلفة، كتب في الثقافة، كتب في تطوير الذات، كتب في القانون، كتب في السياسة، كتب في مثلا في الإبداع. ما يعني ما في كتاب يستاهل، أقول بالحرف الواحد لا يوجد كتاب يستاهل من غير الكتب التي أشرت إليها تقرأها من الغلاف للغلاف أو من الجلد إلى الجلد. هناك طريقة للقراءة لقراءة الكتب اسمها SQ3R. SQ3R إذا طبقت هذه الطريقة تعطيك فهم بصورة عالية ومجهود أقل، وتستطيع أن تستوعب الكتاب بصورة جميلة جدا. أنا شخصيا أقرأ بهذه الطريقة. S معناها سيرفي، اللي هي يعني تعمل مسح للكتاب أو تتصفح الكتاب. في الطريقة الأولى الـ S تصفح الكتاب، محتاج تعمل كالآتي: محتاج تقرأ المقدمة. في بعض الناس ما بتقرأ المقدمة، لا لا لا، أقرأ المقدمة بعمق، لأن المقدمة هذه المقدمة بتعطيك تفاصيل الكتاب. وأيضا أقرأ الفهرس، الفهرس بتبين الفصول والأبواب الخاصة بهذا الكتاب. إذن في الطريقة الأولى الـ S اللي هي سيرفي التصفح، تقرأ المقدمة وتقرأ الفهرس وتتصفح الكتاب بصورة عام وسريعة لمدة 5 دقائق، تشوف هل في كم صورة، في كم جدول، في كم إحصائية، تتصفح الكتاب بصورة سريعة. هذه الطريقة الأولى. الطريقة الثانية كيو كويتشن، تضع علامة استفهام في الأشياء المفروض تقرأها في الكتاب. يعني الآن أنت مثلاً بتقرأ كتاب خاص بعلم الطفيليات، في البداية مثلاً تعريف الطفيليات، تكتب سؤال، سؤالها ما هو تعريف الطفيليات، تعمل علامة استفهام. ما هي أنواع الطفيليات، تعمل استفهام. ما هي دورة حياة البلهارسية، تعمل استفهام. مثلاً لقيت كتاب، ما لقيت معلومة، ما هي دورة حياة الدودة الصينية، وإنت ما محتاج لها، ما ضروري تقرأها ولا تعمل فيه كويتشن اصلا، اتخطاها. طيب تعمل كويتشن في الاشياء المحتاج لها داخل الكتاب. يعني الكتاب هذا انت ممكن تحتاج له فقط بنسبه 80%. اذا اس قلنا نعمل مسح، كيو نعمل كويتشن للاشياء المحتاج لها فقط وليس كل الكتاب. 3 ار معناها ار 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 الاولى معناها ريد، تقرا الاشياء التي عملت على كويتشن. في الطريقة الثانية أنت عملت علامات استفهام، تقرأ فقط الأشياء التي عملت لها علامات استفهام. الطريقة الآر الأخرى هي آر 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 أخرى اسمها ري ريد، تقرأ المعلومات، لا يعني سوري يعني تسمع لنفسك، يعني خلاص أنت خلاص عملت كويتشن وقرأت، بعدين تسمع لنفسك، اسمها ري، يعني سمع لنفسك او سمع عن قيد، ريسايت، سمع عن قيد المعلومات التي كتبتها وعملتها لها علامات استفهام. خلاص تكفي الكتاب وتسمع لنفسك: ما هي، ما هو تعريف الطفيليات مثلا، ما هي دورة حياة البلهارسية، وتحاول تذكرها، تحاول تذكرها، تحاول تذكرها. اذا في اشياء ما عرفتها تحاول تقراها بالار الاخيره اللي هي إعادة القراءة مرة أخرى. إذن بالطريقة هذه أنت بتكون كتبت على الكتاب. في بعض الناس بتشتري الكتاب ولا تكتب عليه، أنت مشتري الكتاب هذا من أجل أن تتعلم، أكتب عليه، أكتب عليه، أضع أسئلة، أقرأ هذه الأسئلة، أعمل إعادة لقراءة هذه الأسئلة. وبهذه الطريقة تستطيع أن تكون فهمت الكتاب بصورة رهيبة جدا. إذا الكتاب هذا بالطريقة العادية من الجلدة إلى الجلدة يحتاج مثلاً معك إلى 6 ساعات، بالطريقة هذه فقط 2 ساعة، ومستوى التذكر يكون بصورة كبيرة. ده بالنسبة لي منهجية قراءة الكتب. بالنسبة للطلاب أيضاً ما ننصحهم بالسهر حتى صباح الاختبار. أيضاً بالإضافة إلى ذلك، الساعة التي تسبق الامتحان لا تذاكر فيها،
وانت الكلام ده اكرره مره اخرى المره اللي راحت. الساعه التي تسبق الاختبار ما تذاكر فيها، هذه الساعه مفروض تكون تتامل وعقلك صافي على اساس تقدر تتذكر وتشتغل بعدين. يعني انا الان مثلا طالع لايف مع الاخوه في قبل ساعه وساعتين ما ذاكرت اي معلومه او اي سؤال متوقع انكم تسالوني ليه، خلاص انا خلاص بعد انهيئ نفسي لهذا اللغة. مثلا عايز تدخل اختبار ما تذاكر قبل ساعه من الاختبار، حاول ريح نفسك، اشرب لك عصير، كن هادي، كن ريلاكس، ما تحاول تتناقش مع الزملاء او الدكاتره او الاساتذه قبل بدء الاختبار، لان هذا في الغالب يشتت الذهن. خليك صافي، خليك مركز، ما تخاف، وباذن الله سبحانه وتعالى تستطيع ان تحقق التميز. كلام جميل. طبعا نصيحتك الاخيره، في سؤال من امل في الفيسبوك بتقول هي بتعاني من توتر شديد اثناء المذاكره وتوتر اكثر اثناء الامتحان، تتخلص من العاده السيئه دي كيف؟ كويس. ما دام هي عندها توتر مفروض ما تشرب قهوه قبل بدء المذاكره، لان القهوه هي اذا بتتوتر وبتشرب قهوه القهوه بتزيد التوتر. إذا هي بتتوتر وماشي الامتحان وهي متوترة وشربت قهوة، القهوة بتزيد التوتر. ممكن تشربها بالصباح أو في فترة قبل بدء المذاكرة أو قبل الذهاب إلى الامتحان. دي الحاجة الأولى. الحاجة الثانية، الشخص عندما يتوتر معناه هنالك ثلاث عوامل رئيسية بتحدث له. الشخص إذا توتر هنالك ثلاث عوامل رئيسية بتحدث له. نسبة التنفس بيزيد، نسبة المعدل حق التنفس في الغالب بيزيد. هنالك هرمونات ايضا بتفرز من القدد، سواء كان هرمون الادريالين او غيره نتيجه لهذا الخوف. الشيء الثالث، بتزيد ضربات القلب. طيب انا ما حاقول لك وقف ضربات القلب، ما حاقول لك يعني ما تخلي الهرمونات ما يعني تفرز، لان ما تقدر تتحكم فيها، لكن ممكن تتحكم في شيء واحد يستطيع هو يتحكم في الشيئين الآخرين، هو إنك تحاول تتحكم في التنفس عن طريق الاستنشاق الهواء. تحاول تستنشق هواء شهيق وزفير، شهيق وزفير، شهيق وزفير، تحاول تستنشق وتعمل الزفير لمدة 3 مرات. هذا الاستنشاق بخليها ريلاكس وبخفض نسبة ضربات القلب وبخفض نسبة إفراز الهرمونات هذه، وبالتالي بتعود لحالتها الطبيعية. الشيء الثالث المفروض تعمله، تمارس الرياضة. أيوة أقولها مرة أخرى، تمارس الرياضة بإذن الله سبحانه وتعالى. إذا تجنبت القهوة قبل الاختبار أو قبل المذاكرة، إذا أثناء التوتر تنفست بصورة علمية وصورة صحيحة، وإذا مارست الرياضة بالتأكيد ما عندها ثاني أي مشكلة، وبتستطيع تعالج هذه المشكلة. إذا عملت هذا وما استطاعت أن تتعالج أو ما توصلت إلى نتيجة إيجابية، أنصحها بمقابلة الطبيب، لأن الموضوع بعد زاد عن حده وزاد عن طبيعته. تفضل أخو في. الله شكرا لك، تقريبا غطينا كل الأسئلة إلى الآن، ما في أسئلة ثانية لا معانا هنا لا في موضوع الفيسبوك. نتمنى زي ما قلت طريقة اللي اشتغلت بها هي اللي وصلتها في الوضع الحالي، إن شاء الله تتغير، تاخذ بالمعلومات دي عشان بالتاكيد. طبعا هو بالتاكيد، يعني هو الشخص اذا عايز يعدل من حاجه لابد ان يغير حاجه، لابد ان يغير شيء. اينشتاين عنده هنا مقوله جميله في هذا السياق. اينشتاين يقول لك من السذاجه ان نفعل نفس الامور وبنفس الكيفيه وبنفس الطريقه ونتوقع نتائج مختلفه. أن إحنا إذا عايزين نتائج مختلفة مفروض نغير السيستم. إذا غيرنا السيستم باتباع المعلومات اللي سمعناها وباتباع النصائح العامة في الحياة وغيرنا البرمجة العامة، نستطيع أن نتغير. هم ليه في ناس منجزين في هذه الحياة وليه في ناس متفوقين؟ لأنهم غيروا الطريقة وأصبحوا يفكرون وينظرون للحياة بصورة مختلفة، وبالتالي حياتهم تغيرت. يعني أي شخص يستطيع أن يغير نفسه، لأنه أنا مؤمن جداً أن التغيير من أنفسنا ومن ذواتنا.
إذا فعلا اجتهدنا على أنفسنا وعلى ذواتنا نستطيع أن نغير، ولا يغير الله بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. كلام جميل. تقريبا كده نحن غطينا لكل الأسئلة، وإن شاء الله بالتوفيق لكل الممتحنين طلاب الشهادة الثانوية ولكل طلاب الجامعات اللي بدوا ينزلوا الكورسات أو بدوا يستأنفوا في الدراسة. أنا عندي تساؤل أو تعليق على هو تقريبا بدري عليه، لكن إن شاء الله الامتحانات لما تخلص أكيد في ناس النتائج ما هتعجبهم هيفكروا في الإعادة. إن شاء الله دي حتكون بداية أو برين ستورمينج للتسجيل الجاي عن الإعادة. واحد يكون جاب نتيجة نظيفة لكن ما لبت طموحاته، نعم، فيحاول يقول لا أنا إلا أعيد. وفي ناس بيعيدوا بضغوطات من الأسر أو الوالدين. فالآن بس دايرك تدينا إضاءة خفيفة عن الموضوع، إن شاء الله نتكلم عنها لاحقا. أوكي بإذن الله سبحانه وتعالى. طبعا ده شيء مهم جدا. كثير من الطلاب بيكون مثلا أحرز نسبة، وعندما يعيد بيحرز نسبة قريبة منها أو كثيرة منها على حسب. بعض الطلاب ما بيحرز درجات عالية من النسبة الأولى. الطالب الذي لم يحرز درجة عالية في الغالب اتبع نفس الطريقة التي كان يذاكر بها في الطريقة الأولى. الشخص إذا عايز يجيب نسبة عالية يجب أن يغير الطريقة والاستراتيجية والأسلوب الذي كان يذاكر به من المرة الأولى ويجيب درجة عالية. السؤال هنا المهم، هل كل الطلاب محتاجين يعيدوا الشهادة الثانوية؟ طيب ده سؤال مهم جدا. إذا الطالب عنده رغبة في مجال معين والنسبة الأولى تحقق له هذا المجال، مفروض ما يعيد. يعني مثلا في بعض الطلاب يكون مثلا نسبته بتدخل مختبرات طبية وهو عايز مختبرات طبية، مفروض ما يعيد، لكن نتيجة لضغوطات الأهل والأصحاب لا يعيد على أساس تدخل كلية الطب. أنا في هذه الحالة ما أنصحه يدخل على أساس ما أنصحه يعيد على أساس يدخل كلية الطب مثلا، لا، ما دام هو رغبته مثلا في مختبرات يجب أن يدخل مختبرات. إذا دخل مختبرات وأصبح متميزا في المجال والأول في مجاله أفضل من ما يعيد ويدخل طب وبعدين يكون دكتور أو طبيب متواضع. أنا صراحة شديد جدا في حتة الرغبة الطالب. يعني الطالب المجال الذي يرغب فيه مفروض يدخله بعيدا عن ضغوطات الأهل وبعيدا عن أي مؤثرات خارجية. إذا الطالب دخل فعلا تخصص وهو يرغب فيه مهما كان هذا التخصص، وحتى المرة الفاتت أنا قلت هذا كلام ليس عيبا وليس خطأ، إنه أول الشهادة السودانية يدخل لنا كلية أصول الدين إذا كان يرغب في هذا، لأنه إذا فعلا دخل كلية أصول الدين ويرغب في أصول الدين وتميز في أصول الدين وأصبح الداعي الأول في السودان وألف لنا 100 كتاب في هذا المجال، أفضل مما يدخل لنا الطب ويكون متواضعا، أو أفضل مما يدخل لنا مثلا علوم إدارية ويكون متواضعا مثلا. فبالتالي أنت شوف المجال، إذا فعلا نسبتك ما حتدخلك المجال الذي ترغب فيه، نعم عيد ما في مشكلة عيد، لكن هنالك شرط في الإعادة، تتبع أسلوب وطريقة مختلفة من المرة الأولى. ومن أهم هذه الأشياء، من أهمها على الإطلاق، تبحث عن وجود الدافع. ما هو الدافع اللي بخليك تذاكر حتى تحرز درجة عالية في السنة الثانية أو في الإعادة هذه؟ لابد يكون الدافع قوي جدا. مثلا ممكن يكون دافعك أنا عايز مثلا فعلا أدخل كلية الهندسة أو أدخل كلية الاقتصاد بحيث أجعل أمي وأبوي فخورين بي، ممتاز، دافع ممتاز. أو مثلا عايز أدخل كلية الطب على أساس أكون طبيبا مشهورا وحكون الأول في السودان. أو عايز مثلا أنا أدخل كلية الاقتصاد على أساس أكون الرجل الاقتصادي الأول في السودان وعالج الاقتصاد الآن الموجود في السودان. أو مثلا عايز أنا أدخل فعلا، أنا عندي ملكة صوت وعندي يعني شيء من الجمال، وعايز أدخل كلية الإعلام وأقدم في التلفزيون حتى يكون لي أثر على مستوى الشرق الأوسط وعلى مستوى العالم. إذا كان عندك دافع بهذه الكيفية والنسبة الأولى
ما حققت لك هذه الرغبة، أيوة نعم عيد، ممكن تعيد مرة ومرتين وثلاثة، ما عندنا مشكلة حتى تصل إلى الهدف الذي ترغب فيه. طيب نصيحة أخرى بالإضافة لهذه يا أخوفي، إذا الطالب مثلا يعني هو الآن في ثاني جامعة أو ثالثة جامعة، فجأة اكتشف المجال هذا لا يرغب فيه، لا يرغب به، يعني مثلا هو الآن في ثالثة جامعة وحس إن المجال هذا ليس قدراته ولا يحبه ويحب مجال آخر، أنا بنصحه يكمل الجامعة، إذا هو في سنة ثالثة أنصح يكمل ثالثة نفسها ويكمل رابعة ويكمل خامسة، لكن بعد يخلص الجامعة يسحب للمجال الذي كان يحبه ويعمل به شهادات احترافية، مثلا BMB، مثلا حسب الشهادة في أو يعمل آيلتس، المهم حسب الشهادة اللي بيحب، حسب الشهادة المتناسب مع المجال الثاني وليس الأول الذي قرأ فيه، يعمل لماجستير في مجال آخر، يعني يحاول يخلص الجامعة وينتقل إلى المجال آخر حتى ولو بشهادات احترافية، والبكالوريوس الأول يكون مساند له. طبعا احنا عندنا مشكلة كبيرة في الوطن العربي بصورة عامة، يعني إذا الشخص مثلا دخل مجال وبعدين طور مهارات في مجال آخر، في الغالب ما حيجد وظيفة، لأنه حيربط المجال الآخر بالمجال الأول ويقول له أنت تخصصك يختلف من الشهادات الاحترافية، رغم أنه الشهادات الاحترافية هذه هو حباها وأصبح لديه ثقل كبير جدا. ما في مشكلة، حتى لو ما توظف في جهة رسمية ممكن يبدع وينشئ له مشروع خاص، يعني ممكن إذا هو يحب الإعلام يعمل لمركز إعلام ويدرب فيه، ويدرب فيه الإعلاميين، إذا كان مثلا يحب مثلا مجال التجارة يعمل لمثلا مركز تجاري كبير ويطور في نفسه، وممكن يتفوق على حتى الناس المشوا يعني بكالوريوس وماجستير ودكتوراه في نفس المجال. إذن يعني إذا كنت في ثالثة جامعة خلص المجال وأعمل شهادات احترافية في المجال الذي تعشق أو المجال الذي تحب، إذا كنت في أول جامعة والمجال حسيت ما تحبه الأفضل تترك المجال وتعيد مرة أخرى شهادة سودانية، هذا أفضل، نعم ضيعت سنة، لكن في النهاية بعد دخلت تخصص صح بناء على رغبتك، وبإذن الله سبحانه وتعالى إحنا موجودين معكم، سكان هنالك نصائح أخرى أو أسئلة أخرى، لأن الأسئلة تولد الأسئلة، وأنا متأكد بعد انتهاء اللقاء ستأتي أسئلة كثيرة، وبإذن الله ربنا يعني وفقنا ونقدر نجيب عليها إن شاء الله. شكرا لك أستاذ محمد عبد السلام، والله ما قصرت، جاوبت على الأسئلة المتسألة ذاته، إن شاء الله يا شباب أي زول عنده تساؤل قبل ما يسأل يمشي يتابع التسجيل الأول في قناتنا في اليوتيوب، ويفتش في مجموعة الباحثين السودانيين على الفيسبوك، والتسجيل الثاني ده برضه يتابعه، حيكون في الأرشيف في قناة الباحثين في مجموعة الباحثين في الفيسبوك، وحيكون في قناتنا في اليوتيوب، أنا حطيت الرابط بتاع قناة الباحثين على اليوتيوب في تفاصيل الفيديو. شكرا جزيلا يا أستاذ، وما نطول عليك، وإن شاء الله بالتوفيق لكل الطلاب الممتحنين، وإلى لقاء زي ما وعدنا سبحانه وسلم بعد الامتحانات تخلص إن شاء الله، هيقدم لنا جلسة أو جلستين عن كيفية اختيار التخصص الجامعي وعن الإعادة من عدمها. تفضل الكلمة لك، الكلمة الأخيرة. أوكي، طبعا بإذن الله إن شاء الله يعني الجلسة أو جلستين أو ثلاثة القادمات هتكون عن كيفية اختيار التخصص الجامعي، وفعلا نحن عندما دخلنا الجامعة كنا نجهل هذه المعلومات، والحمد لله رب العالمين الآن تعلمناها، ما دام تعلمناها مفروض نعلم بها الآخرين أو نقدمها للآخرين. وبالمناسبة يعني الشخص ممكن يغير تخصصه حتى لو عمل ماجستير وعمل دكتوراه في التخصص الآخر، ليس عيبا تغير تخصصك حتى لو عندك ماجستير في التخصص الأول، ممكن تغير، يعني كثير من الناس أنا بعرفهم شخصيا واحد غير تخصصه بعد الماجستير، وبعضهم الآخر غير التخصص بعد الدكتوراه. أنا عندما أقدم دورة اسمها كيف تختار تخصصك صح، المستهدف ليس الشهادة السودانية فقط، وإنما حتى عموم الناس، لكن الفئة الأولى والمستهدفة هي الشهادة الثانوية. إذا طلاب الشهادة السودانية فعلا اختاروا التخصص صح بناء على مقدراتهم
وبناء على الفرص المتاحه وبناء على قدراتهم، قدرات هي معادة رفق، رغبة، فرصة، قدرة. إذا الطالب اختار تخصص بناء على هذه المعادلة فعلا يستطيع يبدع يا ما يبدع. وأهم شيء في هذه المعادلة الرغبة. أعيد وأكرر، لا تدخل مجال إلا مجال ترغب فيه. إذا فعلا دخلت مجال ترغب فيه تستطيع أن تبدع وتستطيع أن تنتج وتستطيع وفعلا يكون لك أثر حقيقي في هذه الحياة. لكن إذا دخلت مجال مدفوع له دفعا من قبل الأهل، أو دخلت مجال لأن هذا المجال به مصهر اجتماعي، أو هذا المجال به مثلا يعني شكل في المجتمع أو مصهر أو حياة عامة جميلة، لا لا لا، أو حتى دخلت تخصص لأن فيه وظيفة مضمونة. يعني الآن في كثير من التخصصات بها وظائف ممتازة أو وظائف يعني شبه مضمونة، طب والمجالات العسكرية مثلا، الضباط يعني مثلا، يعني أنت ما تختار مجال لأن فيه وظيفة، لا، اختار مجال لأنك بترغب فيه على أساس تبدع فيه، وبعدين يكون لك أثر على مستوى نفسك وعلى مستوى الأسرة وعلى مستوى العائلة وعلى مستوى الوطن وعلى مستوى الأمة بإذن الله سبحانه وتعالى. وفعلا شاكر حسن الاستضافة يا أخوي. شكرا جزيلا وفي أمان الله، أشوفك إن شاء الله في الجلسات الثانية. السلام عليكم بإذن الله سبحانه وتعالى. طيب. بارك الله.